هذه الوقفه كتجي احتجاجا على التماطل اللي طال هذا الملف اللي اكثر من 10 سنوات حاليا. هذا الامر كيتعلق بواحد المشروع سكني بناته شركه ماليزيه اكثر من 10 سنوات حاليا، ولكن الناس من ذاك الوقت وكينتظروا يتوصلوا بشواهد الملكيه ديالهم. ولهذا في هذا الاطار الجمعيه خاضت سلسله من النضالات ومن الحركه من الاحتجاجات لتحسيس المسؤولين بخطوره الملف والمآل ديال هاد الناس هادو اللي اكثر من 10 سنين يعني مهددين بالطرد من طرف مؤسسه بنكيه اللي حازه على الشقق ديالهم بحكم ان الشركه الماليزيه كان عندها قرض بنكي لدى هاد المؤسسه هادي. الشركه الماليزيه اللي تتبرر هي ان كانت خدت الموعد بان غادي تنفذ الطلب ديال المواطن، وفي الاخر تخلت عليهم مشات وبقات المشكل معلق عند العمران. العمران دخلت قالت لك انا نحل المشكل بانني غادي نتوصل الحل ديال هذه السكينه. جرات مفاوضات قالت لك مع الشركه الماليزيه وتسلمت لها المشروع، هادشي اللي قالت هي بان صافي تخلت الاخرى وبان هي اللي غتكمل المشروع. ولكن من تسلمت المشروع شنا داكشي ما كاين منه والو، غادي داكشي بطيء يعني ما كاين والو. ما تقدرش حكومات مشات وجات، ضحايا هما والمسؤولين فينا هما، ضحايا هما. واخده الشقه في الشطر الاول دابا من 2010 ونقول 2009 2010 سالي البني الديور وجدوا كل شيء الى يومنا هذا. حنا 9 سنين هذه الناس راه مخلصه، كاين اللي مخلص 30 مليون كاين اللي مخلص 40 مليون، ما كاين لا كريدي لا حاطينها كاش وكيشوف دارو مسدوده ما عندوش لا مال لوفي. اذا بحال خوتي المفر من دوك الفلوس بحال مشاو لنا ما مستافد ما ساكن ما تكري ما تبيع ما تدير. الناس واخدين هنا وكاريين برا، ماشي هذا عار حط 30 مليون 40 مليون وكاري ب 40000 ريال في برا، راه حشومه هذه. دابا حنا من 2010 وحنايا كان وقفات ودقينا جت الابواب، مشينا عند عمران، مشينا الاسكان، العميل، الوقفات حدا البرلمان، هذه كاين حتى نتيجه ليومنا هذا ما كاين حتى شي نتيجه. الان المشكل اللي وقع هو ان باقي مجموعه ديال الناس في الشطر الاول ما تسلموش وثائق رفع اليد باش يستافدوا من السكنه ديالهم. علاش ما تسلموش وثائق رفع اليد؟ لان باقى السياش القرض العقاري السياحي اللي كتسال فلوس للشركه باقى حاجزه على الديور، لان كتقول خصني المال اللي عطيت القرض اللي عطيت خصو يتسدد. فبقينا في هذه الوضعيه ديال واقفين، القرض العقاري السياحي حاجزه باغا فلوسها والشركه الماليزيه هاربه، وكاين واحد الحل توافقي كيدار منذ 4 سنوات، وهذه اللجنه اللي دارها كاتب عام وزاره الداخليه راها كتخدم، لكن مؤخرا مع التغييرات اللي وقعت ما بقينا كنسمعوا لا اخبار لا تواصل، والملف وقف. فاحنا هذه الوقفه اليوم جات في اطار يعني المطالبه باعاده استئناف حل المشكل اللي توقف، ما عرفناش عاد توقف عامين 3 سنين هو موقف الان، ما بقيناش كنسمعوا اخبار الا اننا كنشوفوا الشطر الثاني كيتبنى فقط. فاحنا بغينا بالنسبه للشطر الاول والشطر الثاني حل شامل. من خلال هذه الوقفه ندين ونستنكر ونشجوا بهذا التماطل وهذا التسويف اللي طال هذا الملف، وحنا غنبقاو مجندين كشطر الاول والشطر الثاني كضحايا الشركه الماليزيه الهدايه للاعمار، وغنبقاو بالنضالات ديالنا بالمجهود ديالنا لان الحق ينتزع ولا يعطى. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.